نحن مستمرون في هذه الجولة الإخبارية من شبكة النجاح وإلى النجاح، ومن النجاح نذهب إلى الأستاذ رائد الدبعي، مشاركته لهذا اليوم. صباح الخير. أسعد الله صباحك وصباح كل السادة المستمعين بكل الخير أخي أبو كريم. حياك الله، أهلا بكم، صباح الخير. يعني دائما. بداية حمى الله شعبنا ويعني أفاض علينا بالمزيد من الحكمة وجعل من الوحدة الوطنية مسارا، لأنه هو مسار إجباري حقيقة من أجل الوطن ومؤسسات الوطن. وجامعة النجاح الوطنية تفخر بأنه هي بوتقة ينصهر بها كل الشباب الفلسطيني، إبداعاتهم طموحاتهم من البحر إلى النهر. نحن نفخر اليوم ببداية قبول طلبات الالتحاق للعام الأكاديمي 2024-2025 في عدة مباني، في الحرم الجامعي الجديد، في المعهد الكوري أبوابنا مفتوحة لاستقبال طلبتنا الجدد، في كلية الزراعة والطب البيطري في طول كرم أيضا أبواب الجامعة مسرعة لاستقبال طلبتنا الجدد، وفي الموقع التعليمي في روابي أيضا، وأيضا لأهلنا في الداخل مكتب الناصرة ابتدأنا منذ يوم أمس 14/7/2024، مكاتبنا مفتوحة من 8 صباحا حتى 2:30 ظهرا. المطلوب من الطلبة في الوقت الحالي للتسجيل شهادة الثانوية العامة الفلسطينية، أما طلبتنا في الداخل مطلوب منهم شهادة الداخل الفلسطيني البقروت، وأيضا طلبة الشهادات الدولية بإمكانهم أن يحضروا شهاداتهم الدولية أيضا في هذا الإطار. نستقبلهم جميعا، لدينا طاقم مؤهل متخصص. يعني كنت أسألك عن الطاقم، إذا في طاقم مؤهل في الداخل يعني لمتابعة مكاتب النجاح في الداخل لدينا في كل الأماكن، سواء في الحرم الجامعي الجديد أو في كلية الزراعة أو في الموقع التعليمي لجامعتنا في روابي أو في مكتبنا في الداخل في الناصرة. لدينا مجموعة من الزملاء المؤهلين المتطلعين بكل شغف لاستقبال طلبتنا، أهلا وسهلا بهم. مواقعنا على سواء على السوشيال ميديا أو مواقع الجامعة الرسمية وإيميل الجامعة الرسمي، يعني نتطلع إلى الإجابة على كل استفساراتكم من داخل الوطن أو حتى من خارج الوطن. أهلا وسهلا بكل طلبتنا، وأهلا وسهلا بجيل فلسطين القادم بإذن الله. إذا بدأ التسجيل وبدأ التحضير وفي الموقع الداخل الأكاديمية أو المعهد الكوري بدأ؟ نعم، بدأ التسجيل منذ يوم أمس بالمواقع الأربعة، ليس فقط في الموقع في الكوري، إنما أيضا في كلية الزراعة والطب البيطري في طول كرم، وفي موقعنا التعليمي في روابي، وفي مكتب الناصرة في الداخل المحتل. 4 مواقع تستقبل طلبتنا، تتطلع إلى خدمتهم في كل كليات الجامعة التي استعرضناها خلال الأيام الماضية أخي أبو كريم معكم عبر إذاعتنا إذاعة النجاح. نتمنى التوفيق دائما لجامعة النجاح، نتمنى التوفيق أيضا لطلبة السنة الجدد، طلبة الجدد الذين سينضمون إلى أسرة جامعة النجاح. الله حييهم، يا مرحبا ويا هلا، ونتمنى إن شاء الله أن يكون العام الدراسي القادم يعني هادئ، ويعني وعلى الأقل يعني نعيش حياتنا الطبيعية بشكل عام، وأكيد إن شاء الله بنكون تعدينا مرحلة الحواجز. شكرا جزيلا.